أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره يتعلق بهذه القضايا، لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول شيخ الإسلام: وحينئذ إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعت في ذلك إلى أقوال الصحابة. قلنا: من الذي قال هذا القول؟ الذي قال يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن ألفاظه، هو كتبها، هو الذي كتبه ويعرف ماذا كتب. إذن كما قلت لكم وقررت لكم في الجلسة الأولى أن شيخ الإسلام لا يقصد بالبيان البيان القولي، وإنما يقصد بالبيان البيان بمعناه العام. قال: لماذا نرجع إلى أقوال الصحابة؟ أولاً، الصحابي من هو؟ الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمناً ومات على الإسلام، هذا هو الصحابي، لا بد من تحقق اللقية ولو ساعة من ليل أو نهار. طيب، ليش نرجع لأقوال الصحابة؟ ليش نهتم بهم؟ يقول شيخ الإسلام: فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرآن والأحوال التي اختصوا بها. يعني هم الذين شاهدوا التنزيل، هم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل القرآن، كان ينزل في الليل وفي النهار وعلى أسباب، وكانوا يعرفون لماذا نزل وكيف نزل وأين نزل، بالتالي فلهم مزية لا يمكن أن يشترك معهم غيرهم. الأمر الثاني: ونيا لهم من الفهم التام والعلم الصحيح. يقول: لا سيما علماءهم وكبراءهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين، ترى أبو بكر وعمر وعثمان وعلي من كبار المفسرين، وإن لم ينقل عنهم من التفسير كثير لأنهم اشتغلوا بإيش؟ بسياسة الناس وبالخلافة. وعبد الله بن مسعود قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري بسند عن مسعود: والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من نزلت وأين نزلت، ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايل أتيته. شوف الحرص على العلم، كل أنا أعرف متى نزلت، أنا كنت مصاحب المسلم. وقوله إلا وأنا أعلم في من نزلت يقصد فيما له سبب نزول، لأن القرآن ينقسم إلى قسمين يا أخواني. ما له القسم الأول: قسم له سبب، نزل القرآن لهذا السبب، وقسم نزل ابتداء بدون سبب. أيهما أكثر؟ الابتدائي. إذن الذي نزل لأسباب قليل. وقال الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. وهذا يؤكد ما قرر شيخ الإسلام في بداية لنا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن له ألفاظه. ثم قال الشيخ الإسلام: ومنهم الحبر البحر، سمي بذلك لكثرة وسعة علمه. الحبر البحر عبد الله بن عباس الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له: اللهم فقهه في الدين وعلمه إيش التأويل. وش معنى التأويل عند السلف؟ التأويل عند السلف معنى التفسير أو عاقبة الشيء، أما التأويل الذي ظهر في الآونة الأخيرة وهو صرف اللفظ عن المعنى الراجح المعنى المرجوح، هذا قول المتأخرين. أما التأويل في عرف السلف رحمهم الله وفي لفظ الكتاب والسنة فلا يعرف إلا في التفسير أو عاقبة الشيء وما يؤول إليه. هذا تأويل رؤياي، أي عاقبة
ما آلت إليه رؤياي. وسيأتي إن شاء الله عند الحديث عن هذا بتحرير عند قول الله عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله. قال ابن جرير قال عبد الله بن مسعود نعمة ترجمان القرآن ابن عباس. المادح من؟ الممدوح من؟ ها؟ ابن عباس. شوفوا كيف الصحابة ما هو بيشتغلون مثل بعض طلبة العلم هداهم الله كالضرائر، كل واحد يسقط من الآخر. يقول نعمة ترجمان القرآن ابن عباس، يمدحه يثني عليه وهم يشتركوا في فن واحد. ولذلك الصحابة لهم ميزة العلم النافع الفهم القلوب الصافية. نعمة ترجمان القرآن ابن عباس. يقول شيخ الإسلام، شوف هذه النكتة العلمية، يقول هذا إسناد صحيح ابن مسعود ألا أنه قال عن ابن عباس هذه العبارة، وقد مات ابن مسعود في سنة 33 على الصحيح، وعمر بعده ابن عباس 36 سنة، فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود؟ إذا كان ابن مسعود قاله وعمر ابن عباس بعد ابن مسعود 36 سنة، يقول شيخ الإسلام فما ظنك بالعلوم؟ ابن عباس مرجع في التفسير، إمام التفسير بلا منازع. ولذلك تذكرون أنه قال في التفسير في الفصل الثالث أعلم الناس بالتفسير من؟ أهل مكة أصحاب ابن عباس. وقال الأعمش عن استخلف علي عبد الله بن عباس على الموسم يعني في الحج، فخطب الناس فقرأ في خطبته سورة البقرة وفي رواية سورة النور، ففسرها تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا. من علمه رحمه الله كيف يأتون الباطنية ويقولون إن الصحابة ما عرفوا التفسير، لكن الصحابة كانوا لا يتكلمون إلا بما يشكل وما يحتاج إليه الناس. ثم قال ولهذا فإن غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير. ليش قالوا الكبير؟ تفرقة بينه وبين الصغير، الصغير هذا ضعيف والضع، بل إن السلسلة التي فيها تسمى الإسناد الذي السدي الصغير يسمى سلسلة الكذب، أما إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير فإنه ينقل عن ابن عباس وابن مسعود و رواياته في نقله صحيحة فيما ينقله إذا صح ما بعده، لكن هو في نفسه ثقة. قال ابن مسعود ولكن في بعض الأحيان نفس السد هذا ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، في إشارة إلى ما رواه الصحابيان ابن عباس وابن مسعود. ابن مسعود قليل الرواية عنه، أما ابن عباس فله أكثر من 240 رواية إسرائيلية، لكن ينقلها عن أهل الكتاب، لكن كل ما نقلوه هو من قسم الذي أباحه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرر شيخ الإسلام، من القسم التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال بلغوا عني ولا آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. يقول ولهذا كان عبد الله بن عمرو قد أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب، فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن بذلك. أصاب زاملتين يعني أصاب كتب كثيرة، فكان يحدث لأنه فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. طيب حكم تفسير الصحابة، من العلماء من قال حكم تفسيرهم له الرفع هو قول الحاكم، وصرح به في المستدرك، لكن الحاكم لا يقصد كما قلت لكم قبل قليل أن كل تفاسير الصحابة مرفوعة، وإنما يقصد سبب النزول. ولذلك قال قال ابن الصلاح قول الحاكم مخصوص بما فيه سبب نزول أو نحوه مما لا مدخل للرأي فيه. ولذلك قال الحاكم في أحد كتبه في معرفة علوم الحديث ومن الموقوفات تفسير الصحابة، وأما من يقول إن تفسير الصحابة مسند
فإنما يقول فيما له من سبب نزول. السيوطي رحمه الله علق على هذا الكلام بقوله: قول الحاكم هنا خصص وعمم في المستدرك، يعني في معرفة علوم الحديث خصص، وفي المستدرك، مستدرك على الصحيحين، عمم فاعتمد الأول، أي القول بالتخصيص، وهذا هو الأقرب. القول الثاني أن حكم الصحابة في قول أن تفسير الصحابة في حكم الموقوف، وهذا هو قول الجمهور. وينبغي أن نقول أن تفسير الصحابة له أحوال، وينقسم إلى قسمين. القسم الأول: إذا كان مما لا مجال للرأي فيه، ما في مجال للرأي، كأسباب النزول والإخبار عن المغيبات، فهذا له حكم الرفع، مثل حديث ابن عباس: أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا، ثم أنزل على 27 أو في 23 سنة. هذا حديث موقوف على ابن عباس، لكن هل يمكن ابن عباس يقوله من نفسه؟ يقول العلماء: هذا له حكم الرفع، فهذا لا مجال للرأي فيه. لكن بعض العلماء كالعراقي وابن حجر اشترط أن يكون له حكم الرفع إذا كان الصحابي غير معروف بالأخذ عن أهل الكتاب، لأنه ممكن أن يكون هذا الذي رواه من مرويات أهل الكتاب. فالعراقي وابن حجر يقولون: نقول إن تفسير الصحابي له حكم الرفع إذا ما كان في الأمور الغيبية، بشرط أن يكون الصحابي لم يعرف بالأخذ عن الكتاب. أما السخاوي فقد خالفهم ورأى أن قول الصحابي أو تفسير الصحابي في الأمور التي لا مجال فيه من قبيل المرفوع، وإن عرف عنه الأخذ عن أهل الكتاب، ولعل هذا هو الأقرب. القسم الثاني: أن يكون للرأي فيه مجال، فلا يخلو من حالات: الأولى أن يجمع عليه فهو حجة يجب قبوله، الثاني أن يقول الصحابي قولا ولا يخالفه غيره فهو حجة كذلك كما قرره ابن القيم، إن كان ما فسره من باب الإسرائيليات فإنه يأخذ حكم الإسرائيليات، أن تختلف أقوال الصحابة فليس قول أحدهم حجة على قول أحد، وإنما يرجح قول بعضهم على بعض بأحد مرجحات التفسير، مثل: والعاديات ضبحا، قال ابن مسعود: العاديات الإبل، وقال ابن عباس: العاديات الخيل، وقال علي رضي الله عنه ليس ابن مسعود قال: ليس في بدر خيل، وهي الآية نزلت في العاديات، إلى آخر ما تفسير. فهذا ترجحه بأحد المرجحات، يعني ليس قول ابن عباس حجة على قول علي، فإذا اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة، أما إذا انفرد الصحابي فإنه حجة ولا يعرف له مخالف. طيب، الشيخ الإسلام رحمه الله لما تكلم عن الأخذ عن أهل الكتاب استطرد، قال: ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر الاستشهاد لا للاعتقاد، أي لبيان اختلافهم في الأمر، لا أن نذكرها على أن سبيل الاعتقاد بصحتها إلا بدليل يدل على أن ما ذكر عن الكتاب صحيح، فإنها على ثلاثة أقسام: ما علمنا بصحة ما بأيدينا فذاك صحيح، ما علمنا كذبه ما عندنا مما يخالفه، الثالث ما هو سكوت عن لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا نؤمن به ولا نكذبه وتجوز حكايته لما تقدم. يقول شيخ الإسلام: وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني، وهذا سبقا قررناه وتكلم عنه في أول المقدمة. ثم قال شيخ الإسلام: ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا كثيرا، ويأتي على المفسرين خلاف لسبب ذلك، كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف ولون كولهم وعدتهم وعصى موسى من أي الشجر وعدتهم وعصى موسى من أي الشجر كانت، وأسماء الطيور التي أحياها الله لإبراهيم، وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل، إلى غير ذلك مما أبهمه الله. وقد سبق وقررت لكم القاعدة في المبهمات وأنها تنقسم إلى قسمين. يقول شيخ الإسلام هنا هذا الشاهد: ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز، وضرب لذلك مثالا. يقول الله عز وجل في أصحاب الكهف: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، يعني يقولون عدة أصحاب الكهف كم؟ القول الأول كم؟ ثلاثة، والرابع هو الكلب. القول الثاني
5 والسادس الكلب. ثم قال الله عز وجل رجما بالغد، يعني أبطل كلا القولين، معناه كذا الكلام ده مو صحيح. ثم قال ويقولون 7 وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم، فسكت ولم يبطل القول، معناه إن العد إن أصحاب أهل الكهف كم؟ 7 والثامن الكلب. بطريق هذا الاستدلال شيخ الإسلام يقول إنه يعني إيش، لما سكت عن القول الثالث أبطل القول الأول والثاني، وسكت عن القول الثالث علمنا أن إيش، أن عدة أصحاب الكهف هم 7 والثامن هو الكلب. ثم قال قل ربي أعلم بعدتهم، يعني لا تشغل حالك، حتى لو علمت لا تشغل حالك، لأن ما يعنيك كم عددهم، يعنيك ماذا؟ العبرة بقصتهم. فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا، يعني ها مر عليها مرورا سريعا، يعني لا تكون هي محل النزاع وتعادي وتوالي فيها كما يفعل كثير من الإخوة هداهم الله في بعض مسائل الخلاف، يعادي ويوالي على هذه المسألة. فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفتي فيهم منهم أحدا. ثم يقول شيخ الإسلام يقول فقد اشتملت هذه الكريمة على الأدب في هذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل هذا، فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال، ضعف القول الأولين وسكت عن الثالث فدل على صحته، إذ لو كان باطلا لرده كما ردهما، ثم أرشد إلى أن اطلعنا إلى ما، فهذا أحسن ما يحكى في حكاية الخلاف، أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام وأن ينبه على الصحيح منها ويبطل الباطل، وتذكر فائدة الخلاف وثمرته. ما فائدة الخلاف؟ نسخ القرآن بالسنة، ما فائدة الخلاف إذا كان لا يوجد له مثال؟ هل له فائدة يا إخواني؟ ليس له فائدة. ولذلك هذه تكثر المسائل الفرضية عند من؟ عند الأصوليين. وينبه على الصحيح منها ويبطل، وتذكر فائدة الخلاف لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة فيشتغل به عن الأهم. ولذلك قال الشاطبي رحمه الله في الموافقات كل حكاية، هذه قاعدة، كل حكاية وقعت في القرآن فلا يخلو أن يقع قبلها أو بعدها رد لها أو لا يقع، فإن وقع رد فلا إشكال في بطلان ذلك المحكي وكذبه، وإن لم يقع معها رد فذلك دليل صحة المحكي وصدقه. هذه قاعدة، إذا ذكر شيء ولم يرد في القرآن معناه أنه صحيح. يقول شيخ الإسلام رحمه الله إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدت عن الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة إلى أقوال التابعين كمجاهد بن جبر. الطريق الرابع من طرق من الطرق الحسنة في التفسير هو إيش؟ تفسير القرآن بأقوال التابعين. الطريق الأول تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بأقوال الصحابة، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بأقوال الصحابة، تفسير القرآن بأقوال التابعين. طيب التابعين، يقول مجاهد رحمه الله عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته، يمسكه واحدة واحدة، أوقفه عند كل آية منه أسأله عنها. كيف يأتون الباطنية والفلاسفة ويقول أن الصحابة ما عرفوا معاني القرآن وما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لهم؟ لا يوجد معنى في القرآن لا يعرفه. وهذا يبين لك كثير من أخطاء من يتكلم في الإعجاز العلمي أو في الإعجاز العددي وهو أطم، الذين يأتون بأشياء غريبة. طيب حكم تفسير التابعين أو ما أهمية تفسير التابعين؟ أنهم تلقوا عن الصحابة، خلوهم من البدع والأهواء، قلة الاختلاف فيما بينهم بالنسبة لمن جاء بعده. وحكم تفسيرهم اختلف فيه العلماء على قولين. القول الأول أن تفسيرهم ليس بحجة، وهو رواية عن الإمام أحمد واختار ابن عقيل وهو محكي عن شعبة. القول الثاني أنه يرجع إلى أقوال التابعين، وهو رواية عن الإمام أحمد. والأقرب أن نفصل في تفسير التابعين، فنقول ما يرفعه التابعي من أسباب النزول والمغيبات، فهذا هاش الذي يرفع التابعي من أسباب النزول والمغيبات، هذا حكمه المرفوع. لا، نقول هذا حكمه حكم المرسل وضعيف. ليش؟ الصحابي هو الذي يستطيع أن نقول احتمال أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، هل يمكن أن يرد هذا الاحتمال عن التابعي؟ لا يمكن.
ولذلك نقول ما أرفعه التابعي من أسباب النزول والمغيبات فهذا مردود ومن قبيل المراسيل. لكن المراسيل يا أخواني إذا احتفت بها قرائن وأشياء كثيرة وأجاءت من جهات متعددة كما قررها الشيخ الإسلام في الفصل الثالث نقبله ولا ما نقبله؟ نقبله، لكن نحن نقول هذا الأصل أن المرسل مردود. ما رجعوا فيه إلى أهل الكتاب فهذا حكم حكم الإسرائيليات، ما أجمعوا عليه حجة وهو رأي ابن تيمية كما سيأتي، أن يختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على قول بعض ويرجح أقوالهم بأحد قواعد الترجيح. قول قال وبه إلى الترمذي، وبه هذه عبارة يستعملها المحدثين أنه إذا ساق إسنادا فيقول بهذا الإسناد إلى الترمذي، والواقع أنه ساق إسناد محمد بن إسحاق. وبه إلى الترمذي قال حدثنا الحسين مادي إلى آخره، قال قتادة ما في القرآن الآية إلا وقد سمعت فيها شيئا. وقال مجاهد لو كنت قرأت قراءة مسعود لم أحتج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألت. وهذا يقول أن القراءات يفسر بعضها بعضا. وعن ابن أبي مليكة قال رأيت مجاهدا سأل عن تفسير القرآن ومعه ألواح، قال ابن عباس اكتب حتى سأله عن التفسير كله. ولهذا كان سفيان الثوري يقول إذا جاءك تفسير عن مجاهد فحسبك به. ثم ذكر طبقة التابعين كسعيد بن جبير وعكرمة وعطاء والحسن ومسروق وسعيد وأبي العالي والربيع وقتادة والضحاك وغيرهم، هؤلاء كلهم من طبقة التابعين. يقول تذكر أقوالهم في الآية فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافا فيحكيها أقوالا وليس كذلك. يقول إن يقع في اعتبارات في خلاف في عبارات التابعين كما يقع في عبارة تباين واختلاف، يظنها من لا يعرف التفسير اختلاف فيحكيها أقوالاً، يقول في المسألة أقوال، والحقيقة أنها ليست أقوال وإنما هي من باب اختلاف التنوع كما قررنا. قال شيخ الإسلام فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه، هذا السؤال الأول، إذا من منهج السلف في التفسير التفسير باللازم أو بنظيره أي بنظير الشيء أو كما قرر قبل قليل بما يقاربه. ومنهم من ينص على الشيء بعينه اللي هو النوع الأول من اختلاف التنوع، والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن فليتفطن اللبيب لذلك والله الهادي. يقول انتبهوا لا تظنوا أن هذه كلها خلافات. قال شعبة أقوال التابعين فور ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟ يعني أنها لا تكون حجة على غير ممن خالفهم، وهذا صحيح يقول شيخ الإسلام. أما إذا اجتمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، فإن اختلوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض كما قررنا قبل قليل. بهذا الفصل يا أخواني يكون شيخ الإسلام رحمه الله قد أنهى الفصول الخمسة، وحنا قلنا إن المقدمة تشتمل على ماذا؟ فاتحة وخمسة فصول وخاتمة. فالآن أنهينا الفاتحة والفصول الخمسة، من يعيد لي الفصول الخمسة؟ يجب الفصل الأول يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه. الثاني أنواع اختلاف التنوع. الثالث الخلاف الذي مستنده النقل. الرابع الخلاف الذي مستنده الاستدلال. الخامس طرق التفسير. ثم ختم شيخ الإسلام بخاتمة وهو حكم تفسير القرآن بالرأي. يقول شيخ الإسلام رحمه الله هذه خاتمة المقدمة، فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام. ومراد شيخ الإسلام مجرد الرأي، ترى كلمة لا، شيخ الإسلام لم يقل فأما تفسير القرآن بالرأي فحرام، ليه؟ قال بمجرد الرأي أي الذي لا يستند إلى نصوص الشريعة فهو من قبيل التفسير بالرأي المذموم. ولذلك التفسير بالرأي ينقسم إلى قسمين، رأي محمود ورأي مذموم. فعبارة شيخ الإسلام دقيقة، يقول فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام. ثم بدأ شيخ الإسلام يسوق لك الأدلة على هذا الحكم. أنا سأترك الأسانيد وأذكر لكم إما الأحاديث والآثار. قرص من قال في القرآن بغير علم فليتبوى مقعده من النار.
من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار، من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. قال الترمذي: هذا حديث غريب، وقد تكلم بعض أهل العلم في سهيل ابن أحد الرواة ابن أبي حزم. وهكذا يقول شيخ الإسلام، هذه الأحاديث التي تدل على حرمة التفسير بالرأي، وهكذا روي عن بعض أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم شددوا في أن يفسر القرآن بغير علم. وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيره من أهل العلم أنهم فسروا القرآن، فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن أو فسروه بغير علم أو من قبل أنفسهم. وشيخ الإسلام يشير إلى التفسير بالرأي المحمود، وقد يروي عنهم ما يدل على ما قلنا أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم. قال شيخ الإسلام: ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به، كما روى شعبة عن سليمان إلى أن قال: قال أبو بكر الصديق: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وهذا الأثر منقطع، وضعف إسناده من كثير انقطاعه، فإن أبا معمر لم يلتقي بأبي بكر الصديق رضي الله عنه. أما وكذلك الأثر الثاني أن أبا بكر سئل عن قولي وفاكهة وأبا فقال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني، وحكم عليه شيخ الإسلام بانقطاعه. وقال أبو عبيد عن أنس أن عمر الخطاب قرأ على المنبر: وفاكهة وأبا، فقال: هذه الفاكهة قد عرفناها، فما الأب؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: إن هذا لهو التكلف يا عمر. وهذا صحيح الإسناد كما قال ابن كثير. وفي الحديث الآخر قال: كنا عند عمر بن الخطاب وفي ظهر قميصه أربع رقاع. وفي قوله أربع رقاع فائدة حديثية، وأن الراوي ضبط حتى إنه عرف قميص عمر. والثاني فائدة سلوكية، وأن عمر رضي الله عنه هو أمير المؤمنين في إيش؟ قميصه أربع رقاع. فقرأ: وفاكهة وأبا، فقال: ما الأب؟ ثم قال: إن هذا لهو التكلف، فما عليك ألا تدري. هل عمر رضي الله لا يعرف أن الأب هو طعام البهائم وأن الفاكهة هي طعام الإنسان؟ لا يعرف، لكن أراد أن يعرف حقيقة الاستكشاف ماهية الأب، وإلا عمر عربي. ولذلك قال شيخ الإسلام معلق: وهذا كله محمول على أنهما رضي الله عنه إنما أراد استكشاف ماهية الأب، وإلا فكونه نبتا من الأرض ظاهر لا يجهل. طيب، بدأ شيخ الإسلام الآن يا أخواني، وأنا سأذكرها كثير كلها، يذكر لكم تعظيم القول في التفسير. ابن عباس سئل عن آية، يقول ابن أبي مليكة أن ابن عباس سئل عن آية سئل عنها بعضكم لقال فيها فأبى أن يقول فيها، وهو ابن عباس، وهو ابن عباس أبى أن يقول فيها. وسأل رجل ابن عباس عن يوم كان مقداره ألف سنة، فقال ابن عباس: فما يوم كان مقداره خمسين ألف سنة؟ ورد في القرآن ألف سنة وخمسين سنة. فقال الرجل: إنما سألتك لتحدثني. هذا الرجل سأل ابن عباس عن اليوم الذي مقداره ألف سنة، فقال ابن عباس: طيب أنا أسألك، ما المقدار اليوم الذي مقداره خمسين ألف سنة؟ كله ورد في القرآن. فقال: هما يومان ذكرهم الله في كتابه والله أعلم بهما، فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم. ويعني اليوم الذي تعرفون، يعني أدلة اليوم الذي يعني الذي مقداره خمسين ألف سنة، هذا يوم القيامة، يدل على حديث مانع الزكاة في صحيح مسلم. أما اليوم الذي مقداره ألف سنة فهو الله أعلم في الدنيا، كما يفيد سياق الآيات، لأنه قال: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. لكن شيخ ابن عباس رحمه الله أو رضي الله عنه أراد أن يربي هذا الرجل: هما يومان ذكرهم الله. وجاء طلق بن حبيب إلى جندب بن عبد الله فسأله عن آية من القرآن فقال: أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت عني، أو قال: أن تجالسني. وهذا محمول على الورع. وسعيد سيب كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال: إنا لا نقول في القرآن شيئا.
وكان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن. وسأل رجل سعيد المسيب عن آية من القرآن فقال لا تسألني عن القرآن، وسأل من يزعم أنه لا يخفى عليه منه شيء، يعرض بمن؟ بعكرمة. ويقول: كنا نسأل سعيد المسيب عن الحلال والحرام وكان أعلم الناس، فإذا سألنا عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع. وقال بعضهم: لقد أدرك فقهاء المدينة وإنهم لا يعظمون القول في التفسير، منهم سالم بن عبد الله والقاسم إلى آخره إلى غيره من الأشياء التي ذكرها. كان أصحابنا كما قال إبراهيم يتقون التفسير ويهابونه. وقال الشعبي: والله ما من آية إلا وقد سألت عنها، ولكنها الرواية عن الله. وعن مسروق قال: اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله. طيب، لما نسمع هذه الأقوال عن السلف نستطيع أن نفسر القرآن؟ ها يا أخواني، هذا نلغي الدورة هذه ولا لا؟ كيف نفسر القرآن؟ السلف رحمهم الله الذين هم أدرى الناس يعرفون، رحم الله شيخ الإسلام رحمه الله. والله يا أخواني أن هذه الكلمات الثلاثة أصر من أروع ما في هذه المقدمة وكلها رائعة. يقول شيخ الإسلام: فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به. الله أكبر، شوفوا الفهم، بما لا علم محمولة، يعني لا يمكن تأخذ هذا القول على إطلاقه ولا تتكلم في التفسير ولا تقرأ في التفسير ولا تسأل عن التفسير وتترك التفسير وتترك نفسه. يقول شيخ الإسلام: أبداً، هذا كله محمول، وهو العارف بأقوال السلف، عارف التفسير بما لا علم. فأما من تكلم بما يعلم من ذلك في التفسير لغة وشرعا فلا حرج عليه. فتوى شيخ الإسلام رحمه الله. وذلك يا إخواني كثير من الناس أعرضوا لما يسمعون هذه الأشياء. ويدلل شيخ الإسلام على هذه الفتوى بقوله: ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوالا في التفسير. يعني هذا الذي يحذر من التفسير سعيد بن المسيب مروياته في التفسير كثيرة، شعبة كثيرة. يقول: ولا منافاة، لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوا. المشكلة أن تتكلم بما لا تعلم، ليست المشكلة أن تتكلم بما تعلم، المشكلة أن تتكلم بما لا تعلم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله، وهذه درة من درره: وهذا هو الواجب على كل أحد، فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به، يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه. كيف تقول والله تحرج أن تعرف تفسير هذه الآية ولا تفسرها ولا تقولها للناس ولا تقول لهم الوجه الصحيح؟ يقول: فكما يجب السكوت في حال الجهل، يجب الكلام في حال العلم عند السؤال، لقوله تعالى: لتبينونه للناس ولا تكتمونه، ولما جاء في الحديث المروي من طرق: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. ولذا اشترط العلماء للتفسير بالرأي 5 شروط: الأول ألا يخالف التفسير بالمأثور مخالفة التضاد، الثاني أن يتفق مع سياق الآية وهو الجو العام الذي وضعت فيه كما يتفق مع سباقها ولحاقها، الثالث ألا يتنافى مع دلالة الألفاظ من حيث اللغة، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. الصوفية لما قالوا الرقص جائز، قلنا: إيش دليلكم يا صوفية؟ إن عندهم الرقص جائز، قال: إن الله عز وجل قال: أركض برجلك، هذا الدليل. هل هذا يدل عليه اللغة؟ هل الرقص بمعنى الركض؟ الركض لما تقول واحد ركض ولا ركع ولا رقص، يختلف اللفظ. يعني فتفسير القرآن مجرد يعني بالهوى بما لا تدل عليه اللغة هذا خطأ، وليس تفسيرا برأي محمود. الرابع ألا يتعارض مع أصول الشرع. الخامس ألا يؤدي إلى نصرة أهل البدع والأهواء
المذمومة كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فلما قرر هذا شيخ الإسلام كاملا، وهذا إن شاء الله بعد هذا التقرير مما يجعل الإخوة يحرصون على ملازمة هذه الدورة، وهي خطوة مباركة، نسأل الله عز وجل أن ييسر وتطبق هذه الطريقة في بقية مدن المملكة وخارج المملكة، حتى في الرياض في جدة وفي الشرقية كذلك، أن يمر على تفسير القرآن كاملا. نعم، لا يمكن مثلا في مثل هذه الجلسات، مثلا كما الأسبوع القادم سنفسر 15 وجها، صعب أن يفسر كامل، لكن سيفسر ما تحتاج إليه أنت اللي هو فهم الآية. المفسر لن تخرج من هذه الدورة إلا وقد فهمت هذه الآية. مسائلها الدقيقة هذه محلها كتب البحث وليس الدرس. ولذلك ختم شيخ الإسلام رحمه الله هذه المقدمة بقوله، بقول ابن جرير، أو قبل قال ابن جرير بسندي إلى ابن عباس: التفسير على أربعة أوجه. تفسير وجه تعرفه العرب من كلامها، مجرد أقيم الصلاة. يا أخواني، المرأة العجوز الأمية التي بلغت سنتها لا تقرأ ولا تكتب، إذا قال الله عز وجل قرئ عليها فأنذرتكم نارا تلظى، ماذا تقول هي؟ ما تعرف، غير متعلمة، تقول ماذا؟ ها؟ تقول أعوذ بالله من النار مباشرة، ما يحتاج إلى تفسير ولا لا؟ لأنه وجه تعريف العرب من كلامه، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، وهذا النوع يرجع فيه إلى كلام العرب. وتفسير لا يعذر أحد بجهله، مثل قضية الصلوات والزكاة، أو ما تقوم العبادة، ما يقوم دين المرء به، فيجب على الإنسان أن يعرف ما يقيم به صلاته. وتفسير يعلمه العلماء، مثل العام والخاص والمطلق ومقيد ودقائق الأمور والتضمين وغيرها من المسائل، هذه يعرفها وتؤخذ في الدروس. وتفسير لا يعلمه إلا الله، وهي حقائق الأمور، الأمور الغيبية، حقائق صفات الله، هل يعرفها أحد؟ الكيفية، هل يعرفها أحد؟ لا. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية. تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق، وبيده الخير كله، وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.